شباب، الفايروول من اهم المبادئ الاساسيه او من اهم السكيورتي سولوشن اللي بنستخدمها عشان نحمي النتورك تبعتنا او الانفراستراكشر تبعتنا من اي ثريت او من اي اتاك، زي الدينايل اوف سيرفيس او الديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس او الرانسام وير او البوتنت اتاك. في كثير من انواع الاتاكس اللي بتكون على مستوى النتورك، بيكون عندنا سكيورتي سولوشن تحمي هاي النتورك تبعتنا، اسمها ايش؟ الفايروول او الجدار الناري. زمان مصطلح الفايروول او الجدار الناري كانوا بيستخدموه عشان يحمي البلوكس او بيحمي المباني من انه النار ما بتوصل للاطراف الداخليه للمبنى عندي. هذا الفكرة الأساسية اللي استخدموا فيها مصطلح إيش؟ الفايروول. بعدين لما تطورت الأنظمة والسيستمز، كل هاي الأشياء عملوا أدابشن لموضوع الفايروول وأسقطوا على الانفورميشن تكنولوجي فيلد، إنه أنا كيف ممكن أحمي البيانات تبعتي، كيف أمنع الأتاكس أو الأتاكر أنهم يعملوا سبريدينج جوا الشبكة الداخلية تبعتي عن طريق سيكوريتي سولوشن بيسميه إيش؟ الفايروول. فالفايروول ببساطة هو عبارة عن سيستم أو جروب من السيستمز بيشتغلوا مع بعضهم البعض. إيش الهدف تبعهم؟ أنه يعملوا كنترول أكسس ما بين إيش؟ هاي النتوركس، ما بين النتورك الداخلية وما بين ايش؟ النتورك الخارجيه. تخيل حالك انت عندك في البيت راوتر، اوكي، وهذا الراوتر والاجهزه اللي انت عندك في البيت هاي بنسميها ايش؟ الشبكه الداخليه، اللان نتورك، لوكال اريا نتورك. وهذا الراوتر بيكون متوصل مع السيرفيس بروفايدر. غالبا في بعض انواع الراوترز او المودمز اللي بيكون عندك في البيت بيكون في عندك بورت عليه لان، وفي عندك بورت بيكون عليه ايش؟ وان. الوان غالبا بيكون مرتبط مع النتورك الخارجي او بنسميها الانثورايزد نتورك او الببليك نتورك. فهذول الاثنين بيكونوا تقريبا نفس التسميه، لكن من شركه لشركه جوا الفايروول بتحط السيتنج ايش؟ بشكل ايش؟ مختلف. وفي عندنا ايش؟ الشبكه ايش؟ الداخليه. هذا الفايروول البوكس او السوفت وير بيزد او الهارد وير بيزد، الهدف تبعه انه يعمل ايش؟ بروتكشن لهاي الاجهزه الداخليه، انه ما الاتاكرز يجي او يعمل اكسس لريسورسز جوا النتورك اللي بتكون موجوده عنده. فالفايرو عباره عن سيستم او جروب من السيستم بنستخدمهم عشان نعمل كنترول للاكسس اللي بوصل على جوا النتورك تبعتي او ما بين النتوركس. النتوركس هاي قد تكون تراستد نتورك اللي هي الشبكة الداخلية. لاحظ لما بنحكي تراستد نتورك، فالأشخاص اللي جوا التراستد نتورك مسموح لهم يحكوا مع بعض من دون ما ينعمل انفورسمنت لهاي ايش؟ البوليسي. في بعض الكيسز قد اعمل انا انفورسمنت لبعض ايش؟ البوليسيز. وما بين مين؟ وما بين ايش؟ وما بين كمان عندي الاوت سورس نتورك او الببليك ايش نتورك. طيب هاي البروتكشن او التحكم في الترافيك اللي بدخل لعندي او بطلع من عندي، مين اللي بيتحكم فيه او على اي اساس؟ صراحه الاساس هو عباره عن مجموعه من الرولز بيكون محددها السيستم ادمنستريتور، او من خلال مجموعه من الفلترز بيكون محددها السيستم ادمنستريتور. او طبعا هاي لما بنحكي عن شركه صغيره، لما بنحكي عن شركه كبيره بتكون تيم الفاير وول اللي هم مسؤولين عن عمليه انفورسمنت لهاي البوليسي، هم اللي بيكونوا مسؤولين عن عمليه انفورسمنت لهاي البوليسي. الفاير وول قد يكون على مستوى الكمبيوتر تبعك، زي اذا بنحكي مثلا على الاجهزه الويندوز 10، قد يكون هو قد يكون سيبريتد سوفت وير زي الديفندر فاير وول، او قد يكون ايش؟ كومبايند مع انتي فايروس. قد يكون كومبايند مع ايش؟ انتي فايروس. او قد يكون ايش؟ بوكس بيكون موجود على ايش؟ على مستوى النتورك، بيكون على مستوى ايش؟ النتورك. غالبا
اما بنحط قبل الراوتر او بعد الراوتر. طبعا من شركه لشركه بيختلف عمليه ايش الديزاين ايش والست اب. طيب في بعض الشركات ما بتلقى عندهم راوتر، بتلقى عندهم فايروول، لانه الفايروول لقدام راح نعرف انه بامكانه يشتغل في مبدا الراوتينج، بيقدر هو يشتغل الشغل تبع ايش الراوتر. وراح نلاحظ كمان انه في بعض انواع الراوترز تشتغل بعض الجزئيات البسيطه من شغل ايش الفايروول. فهاي ايش الرولز اللي احنا خلينا نحكي نعتمد عليها عشان نعمل نسمح اللاو او نعمل ايش بلوك او ديناي لمجموعه من الترافيك، فعن طريق ايش الرولز. او زي الانتروجين ديتكشن سيستم ممكن نعمل اللاو ديناي حسب البيهيفير تبع ايش اليوزرز، من خلال ان نجمع نتورك لفتره زمنيه معينه ونحدد هذا الترافيك هو مالشيس ترافيك، وهذا الترافيك هذا مثلا بناين ترافيك، يعني في شيء فيه اتاك وشيء ما فيه اتاك. فهو من خلال التدريب اللي احنا دربناه وهو مرتبط في الارتفيشال انتليجنس بيقدر بعدين لحاله اوتوماتيكلي بيعرف انه هذا الترافيك هو ما فيه مالشيس اكتيفيتي، او قد يعرف انه في مالشيس اكتيفيتي حسب ايش البروفايلز اللي احنا بنكون مدربين عليها. طبعا بيكون يجي اكثر من نوع، في شيء بيكون كلاسيكال بيكون مثلا بيعمل انسبكشن لا الباكيت على مستوى اللاير النتورك ولاير ايش الترانسبورت لاير. ليش؟ لانه لما اذا شغلنا برنامج الواير شارك وعملنا انسبكشن للباكيت راح نلاحظ انه الجزئيتين اللي ما بيكونوا معمولهم انكريبشن اللي هم النتورك وايش والترانسبورت لاير. اذا بنفتح الوير شارك بنلاحظ مثلا على مستوى الترانسبورت لاير نقدر نحدد السورس بورت نمبر والسورس والديستنيشن بورت نمبر، نقدر نحدد نوع السيرفيس هل هي تي سي بي هل هي يو دي بي. هذا على مستوى ايش الترانسبورت لاير. اذا بنحكي على مستوى النتورك لاير لاحظ انه في عندنا اي بي ادرس، لاحظ انه في سواء سورس اي بي او ديستنيشن اي بي. فاحنا من خلال هذول الاشياء بنقدر ايش نعمل انسبكشن للترافيك، وبنقدر نحدد هل الترافيك هذا مسموح له يدخل على النتورك عندي او ما يدخل على النتورك عندي. زمان كانوا الاتاكرز بيعملوا لانش لاتاك من خلال دول معينه، واذا بنحكي عن الاي بي فيرجن 4 فهاي فالاي بي فيرجن 4 لكل دوله لها ايش سبيسيفيك اي بيز. زي انت مثلا اذا بتروح تحط مثلا ماي اي بي ادرس راح تلاحظ مثلا انه في الاردن في عندنا مجموعه من ايش من الليسته اللي هي 94 196 ومجموعه كمان من الرينج الثانيين. فزمان كانوا الاتاكرز يشنوا الاتاك تبعهم من بعض الدول اللي اصلا ما بتعمل انفورسمنت على مستوى النتورك. فالاتاكرز بيستهدفوا هاي الدول بحيث انه ايش يشنوا اتاك على دول ثانيه من خلالها. فمن خلال ايش من خلال خلينا نحكي سبيسيفيك اي بيز. فهاي الاي بيز طبعا الريسيرشر عرفوا انها هاي الدول اللي بيجي منها ايش الاتاكس. كيف عرفوا؟ من خلال تحليل ايش الترافيك. طبعا هاي الاي بيز حطوها في لسته بنسميها البلاك ليست اي بيز. فانا فعليا اليوم لما اجي اعمل انستليشن لفاير وول احد الطرق اللي بعمل بلوك للترافيك من خلالها ايش هي على مستوى النتورك مجموعه من الاي بي ادريسز. لكن مع التطور الزمن الاتاكر صاروا يستخدموا تكنيكس انه يقدروا ايش يغيروا الاي بي ادرس تبعهم دايناميكلي بحيث انه الفاير وول ما بيلقط هذا ايش الاشي. فانت بامكانك تشتري نوع من انواع الفاير وولز الثانيه بنسميها النكست جينيريشن فاير وولز. هاي النكست جينيريشن فاير وولز بتعمل انسبكشنز على لايرز اعلى من لاير 4 ولاير 3. قد يعمل انسبكشن على مستوى السيشن لاير، على مستوى الابلكيشن لاير، على مستوى على مستوى خلينا نحكي البرزنتيشن لاير. فالنكست جينيريشن فاير وولز بيقدر يشتغل على هاي ايش اللايرز. كمان النكست جينيريشن فاير وولز فيها فانكشناليتي
نفس اللي في الكلاسيكال فاير وولز، وادفانتج ايش زياده عنهم، بحيث انه ايش يقدر يعمل انسبكشن لنوع من انواع الترافيكس اللي بيكون انكريبتد. تخيل حتى الانكريبتد ترافيك ها بيقدروا يعملوا انسبكشن طبعا من خلال تكنيكس اللي هو الاس اس ال ستريبنج. طبعا في بعض الدول كانت تستخدم هذا التكنيك، طبعا هو ممنوع لانه اصلا فعليا انت بتنتهك الخصوصيه تبعت الاشخاص والمؤسسات، فممنوع اصلا يعني ينعمل ديبلويمنت لهاي الانواع من انواع الفاير وول، او انه ينعمل ستريبنج لل اس اس ال او التي ال اس سيرفيس او السيرتيفيكت. طبعا هاي لقدام، اذا في مواد ثانيه متقدمه ممكن نعطيكم اياها ايش بالتفصيل. طبعا الفكره انه بينك وما بين السيرفر، المره الماضيه حكينا انه في كلاينت، الكلاينت في عنده سيرتيفيكت والسيرفر بيكون عنده سيرتيفيكت، فانت بتعرف انه هذا السيرفر من خلال ايش السيرتيفيكت. اليوم الاتاكرز شو بيقدروا يساووا؟ بيقدروا يعملوا ينشئوا سيرتيفيكت، فبيعملوا الكوميونيكيشن ما بينك وما بينهم، ما بينك وما بين الفاير وول، وما بين الفاير وول وما بين ايش مثلا موقع الجامعه. فبيصير عندك نوعين من انواع الكونكشن، فهو بيروح بيعمل الكونكشن باسمك، بس يجي بيعمل لوك اب بيتفرج هل شو نوع الداتا، زي انه بتجسس على الترافيك ايش تبعك. طبعا الفاير وول، لاحظوا الشكل اللي قدامنا هون، الشكل هذا الفاير وول، لاحظوا بيكون حاجز ما بين اللوكال نتورك هاي وما بين ايش البابليك نتورك او الانترستد نتورك. ليش انترستد؟ لانها ايش متصله على الانترنت. لاحظوا هون انا في عندي اجهزه، هاي الاجهزه مرتبطه على اللوكال اريا نتورك، في عندي أجهزة خارجية متوصلة على الوان البابليك نتورك أو الأنتراست. الأنتراست مرات ممكن يعملوا أكسس للتراست، فمين اللي بيسمح لهم أو بيمنعهم؟ اللي هو إيش؟ الفايروول. لاحظوا مرات إحنا مثلا هسا بالبيت تبعنا بدنا نشوف موقع جامعة اليرموك، فعليا موقع جامعة اليرموك وين بيكون معمول، وين بيكون موجود؟ بيكون موجود على واحد من إيش، من 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 من, من الكمبيوترات هاي، او على واحد من السيرفرز. فعليا احنا من برا بدنا نعمل ايش اكسس. طيب هسا احنا مثلا محتاجين بس نعمل اكسس للموقع جامعه اليرموك، طيب هل في داعي على مستوى الفايروول اعمل بلوك لهذا الترافيك؟ لا، فعليا ما بقدر اعمل بلوك لهذا الترافيك. ليش؟ لانه السيرفيس انا محتاجها. طيب هل فعليا فرضا عندي سيرفيس ثانيه زي مثلا نظام التسجيل للموظفين مثلا، او نظام البصمه للموظفين، طب هل انا من برا بحتاج اعمل اكسس لنظام الموظفين، نظام البصمه؟ لا ما بحتاج. فالفايروول اذا انت بتحاول تعمل اكسس لهي السيرفيس فهو بيعمل لك ايش؟ بلوك. اوكي، لاحظ ايش خلينا نحكي الريكوست لما بيجي من الوان على اللان، بنحكي عن ايش؟ بنحكي عن ايش؟ انكمينج. incoming ايش؟ request. لما الريكوست بيطلع من عندنا لبرا بنحكي عن ايش؟ outgoing ايش؟ request، طالع ايش لبرا. بالغالب اغلب الشركات او اغلب انواع الفايروولز باي ديفولت ها بيكون الاوتجوينج بيكون allowed، بيسمح لكل شيء، بينما الincoming بيكون معمول بلوك لايش؟ بيكون معمول بلوك لكل شيء، بيكون معمول ايش؟ بلوك لكل شيء. واضح لحد الآن شباب؟ طيب الفايروول زي ما حكينا هو عبارة عن ديفايس بيزودنا في سكيور كونكتيفيتي ما بين الانترنال نتورك، او ما بين الانترنال والاكسترنال نتورك، او ما بين الاكسترنال والايش الانترنال، او في ناس بتسميها الترستد او انترستد. انترنال في ناس بتسمي الانترنال نتورك بتسميها انترنال، في ناس بتسميها تراستد، في ناس بتسميها لوكال، في ناس بيسموا الببليك بيسموها انترستد، ناس بيسموها اكسترنال.
اوكي، في ناس بيسموها unauthorized، فهاي من شركه لشركه ايش بتختلف. طبعا الفاير وولز قد يكون سوفت وير وقد يكون ايش هارد وير بيزد بوكس كامل انت بتشتريه بتعمل عليه ايه، بتعمل له ايش ديبلويمنت او بتركبه جوا ايش النتورك، او بيكون برنامج انت بتشتريه بتنزله على اوبريتنج سيستم. اشهر انواع الاوبن سورس فاير وولز، طبعا في انواع كثيره، اشهر واحد منهم في شيء بنسميه البي اف سينس فاير وول. البي اف سينس طبعا فري واوبن سورس. خليني افتح لكم هاي. البي اف سينس طبعا ايش اوبن سورس فاير وول، في صراحه فانكشناليتيز كثيره. طبعا رجع صوت احمد. رجع مهندس. طيب فحكينا الفاير وول هذا اللي ببلاش اللي هو البي اف سينس. طبعا البي اف سينس انت بامكانك تنزله على الفيرتشوال ماشين عندك او الفيرتشوال بوكس، بامكانك تربطه مع جوا مع جوا الفي امز اللي عندك، بامكانك تربطه عليهم، بامكانك ايش تطبق السيناريوز اللي في الحياه العمليه عليهم. بتذكر يعني احد الكيسز اللي اشتغلت عليها بهالزمانات انه واحد من الناس كان عنده راوتر مودم وفي عنده فاير وول منزله. وين منزله؟ منزله على فيرتشوال ماشين. فكنا كان السيناريو المطلوب مني اني اربط المودم هذا بالبريدجنج مود مع الفاير وول، بحيث انه كل الترافيكس اللي بيطلع من اللوكال اريا نتورك بيتم بيمرق عن طريق ايش الفاير وول بدل ما يمرق عن طريق ايش الراوتر. طبعا في عندي انواع كثيره من ايش الفاير وولز، اشهر واحد فيهم صراحه اللي انا مثلا اشتغلت عليه وانا مجربه اللي هو ايش البي اف سينس اوبن سورس فاير وول، مبني على الفري بي اس دي ديستريبيوشن، واللي هو نفس البي اس دي اللي بيشتغلوا عليه جماعه شركه جونيبر. طبعا الشركات الرائده في الفاير وولز تكنولوجي شركه بالو التو، وفي عندك شركه خنكي جونيبر في الاس ار اكس عندهم، وفي عندك كمان من الشركات شركه بلو كوت، طبعا هاي لاولاد العم. وفي عندك كمان غير البلو كوت في عندك كمان في عندك من سيسكو كمان الـ ASA Firewall جديد، طلعوا الـ ASA برا الخدمة. في عندهم إشي بيسموه الـ Free Power Firewalls بيشتغلوا عليهم. هاي تقريبا أشهر أنواع الـ Firewalls. طبعا أنت عشان تحكم مين أحسن أنواع الـ Firewalls، في عندك شركات عالمية بتعمل Analysis على الـ Firewalls من ناحية الكابابيليتيز انه يلقط الاتاك، او من ناحيه الثروب تبعه، او من ناحيه الانسبكشن على اي لاير. طبعا اشهر الشركات هاي في عندكم الان اس لاب، وفي عندكم كمان الغارتنر كل سنه بيصدروا ريبورت. هذا الريبورت بيكون اما بير كوارتر او نص سنه او كل سنه، بس خلينا نحكي الكوارتر ماجيك تبعون الشركة هاي اللي حكيت لكم عنها، كل ثلاث أشهر تقريبا بصدروا ترتيب مين هم أفضل شركات ومين الأقل شركات. طبعا اللي هم اسمهم الغارتنر، الويب سايت اللي اسمه الغارتنر. الغارتنر بنشروا ريبورتس كل ثلاث أشهر أو أربع أشهر إيش في السنة، مين هم الليدرز، مين أحسن تكنولوجي، مين اللي بيربحوا أكثر مصاري، مين هم اللي بيبيعوا أكثر، كل هاي إيش الأشياء. طبعاً الراوترز بالغالب بيكون في عندك كثير من الفانكشناليتي إيش اللي بيدعمها، زي إيش عملية إيش الفلترينج سواء على مستوى الآي بي أو البورت نمبر. في عندك كمان على مستوى إيش اللايرز. طبعاً في فانكشناليتيز تانية زي موضوع اللود بالانسينج،
انه بقدر اوصل عليه اكثر من كونكشن من برا. اوكي، زي موضوع الناتينج، الكل منا بيعرف بالاي بي فيرجن 4 عدد الببليك اي بيز محدود، فاحنا فعليا لما بنطلع انترنت لبرا فعليا ما بنطلع ايش في البرايفت اي بيز، فعليا احنا في البيت عندنا اما 192 او 172 او 10 شيء، بس فعليا اذا بتروح تكتب ماي اي بي تلاحظ انه الاي بي تبعك يختلف عن الاي بي ايش الداخلي، هاي بنسميها ايش الناتينج. طبعا في عندك فانكشناليتي زي الهاي افيلابيليتي، في عندك كمان المالتي وان كونكشن، في عندك كمان للفي بي ان كونكشن، في عندك المونيتورينج، في عندك الدايناميك دي ان اس، في عندك الدي اتش سي بي انه هو الفاير وول بيوزع لي اي بيز. طبعا كثير ايش من الفانكشناليتي هذا اذا بنحكي عن ايش البي اف سنس فاير وول. طبعا في عندك فاير وولز ثانيين زي الاي بي فاير، زي عندك الاوبن ان سنس، كمان في عندك الان جي فاير وول، في كثير صراحه من ايش من الفاير وول. طبعا عندك اليو اف دبليو كمان، وهذا اصلا اغلب اللينكس اوبريتنج سيستم الاوبنتو بيكون نازل جواته. طبعا كثير صراحه الفاير وولز بالهبل، يعني كل فاير وول بيختلف عن الثاني بالفانكشناليتي اللي حكيت لكم عنها، اما بالثروبوت او في خلينا نحكي في الكابابيلتيز انه يلقط الاتاكس وغيرها وغيراتها. طيب كمان الفاير وولز بنستخدمه عشان نعمل امبلمنتيشن لا بوليسي احنا بنحددها جوا الشركه، فمثلا ممنوع الموظفين يشبكوا على اليوتيوب، مثلا ممنوع الموظفين مثلا يعملوا كونكشن على دوله مثلا اسرائيل، ممنوع بيعملوا كونكشن مثلا على روسيا. كيف بعمل انفورسمنت للبوليسي؟ اما عن طريق الاي بيز او عن طريق ايش على مستوى الابلكيشن ايش لاير. طبعا الفاير وول زي ما حكيت لكم قد يكون هاردوير زي ايش زي بوكس زي هيك، بيكون عليه اوبريتنج سيستم وبقدر ايش بركبه جوا ايش النتورك، وصله جزء بوصله على اللان وجزء ايش بوصله ايش على الوان. لما بنوصله على اللان بنسميه البريميسز، لما بنوصله على الوان بيكون واصل على ايش على الاوت سورس او الاوت تراستد او الانتراستد شو ما بدك تسميها ايش سميه، او قد يكون سوفت وير انا بنزله وبركبه مثلا على اي سيرفر بدي اياه او على اي كمبيوتر. طبعا هو طبعا جزء يعني شيء اساسي انه بيعطيني انترنت كونكتيفيتي، من الاشياء الاساسيه اللي هو بيسويها. طبعا زي ما حكيت لكم بيكون بين البريميسز نتورك وما بين ايش الانترنت، الهدف تبعه انه يكون عامل كنترول على الكونكتيفيتي اللي بتمشي في اللينك. اوكي، وبالتالي من الايمز تبعونه انه يعمل استابليشمنت لكنترولد لينك. كمان بنستخدمه از بريمرد بيرميتر ديفنس، كمان بحيث انه امنع الانترستد كونكشن اللي جايني ايش من الانترنت، او بمنع ايش خلينا نحكي الكونكشن او الاتاكس اللي من جاي من برا. طبعا احنا مثلا اذا بنحكي عن ويندوز 10، يعني بس اعطيكم مثال بسيط جدا، روح جرب مثلا جيب كمبيوتر عندك في البيت وبنك على جهازك اللي هو مثلا ويندوز 10، راح تلاحظ انه بيعطيك ديستنيشن هوست ايش انريتشبل. شو السبب صراحه؟ انه الفاير وول بيكون مانع البنك. طبعا ممكن احد منكم يسالني طب ليش مرات احنا بنمنع البنك؟ صراحه بتمنع البنك لانه الاتاكر لما بيبني الاتاك تبعه، الاتاك عباره عن مجموعه من الستيجز. اول ستيج بتبلش في مجموعه الانفورميشن جاذرينج، بعدين يحدد نوع الاوبريتنج سيستم عندك، بعدين وهلم ايش جر. مرات الاتاكر صراحه من نوع من البنك، ها من البنك بيقدر يحدد عندك شو نوع الاوبريتنج سيستم. زي ما شفنا المره الماضيه انه اللينكس بيكون الديفولت التي تي ال تبعته مثلا 64، الويندوز مثلا بيختلف في الرقم. اوكي، بنوقف لهون، المره الجايه بنكمل. حدا عنده اسئله؟